في هذه اللحظات الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين من مسافة 1500 متر في سباق الأصائل الأسبوعي لفئة المفاريد. الشكر موصول لشركة الكوكب للأعلاف لدعمها للإخوة السودانيين في هذا الشوط والأشواط التالية. انطلق بحفظ الله الشوط الأول الرئيسي اللي في أول المراكز، هذه معزة للسيد أحمد محمد الحسن الجبارة في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات الحنيشة للسيد خالد عكور البطحاني في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ولكن اللي تسللت من الجانب الأيمن في هذه اللحظات هذا شعار الجهوري بن صالح الجهوري من الجانب الأيمن تسلل في هذه اللحظات الحفل الكريم مع اللي يخوض لسيد الجهوري بن صالح الجهوري في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه بلشة لسيد علي محمد قديريش في ثالث المراكز. رابع المراكز هذه الحنيشة لسيد خالد عكور البطحاني في ثالث في رابع المراكز. خامس المراكز الشاهينية للسيد الصادق عبد الله أبو يوسف في هذه اللحظات هي الحفل الكريم في خامس المراكز، ولكن اللي في أول المراكز معزة حتى هذه اللحظات للسيد أحمد محمد الحسن الجبار في أول المراكز، ولكن الجاهوري مع خود في هذه اللحظات تحاول أن تتسلل لانتزاع المركز الأول، ولكن هذه معزة وخود، ولكن معزة للسيد أحمد محمد الحسن جبارة في أول المراكز. خود من الجانب الأيمن تحاول أن تتسلل خود لانتزاع المركز الأول في هذه اللحظات، ولكن معزة وخود، وهذه معزة للسيد أحمد محمد الحسن جبارة عوائدها دائما وابدا. هذه مع اعزائي الحفل الكريم انتزعت المركز الاول، نقول تهانينا والناموس على فوز معزه للسيد احمد محمد الحسن جباره بالمركز الاول في الشوط الاول الرئيسي. اما اللي في ثاني المراكز وصلت خود للسيد الجهوري بن صالح الجهوري. ثالث المراكز هذه بلشة للسيد علي محمد قديريش، نقول تهانينا والناموس للإخوة الفائزين. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:04:09، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.